انطلقت أعمال الحملة القومية الثانية لعام 2024 لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلعية في جميع محافظات الجمهورية. ده بيتم ضمن خطة واسعة من خلال لجان ثابتة وأيضا متحركة بتستهدفها الدولة المصرية للحفاظ على الثروة الحيوانية. خلينا نتعرف على تفاصيل أكثر مع ضيفتنا على الهاتف الدكتورة نجلاء رضوان، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي البيطري. بعد التحية يا دكتورة، يعني أسئلة كتير يمكن بنفهمها من الخبر ده، أو يعني عايزين نفهم ليه تحديدا حملة التطعيم دلوقتي وبتستهدف كام ألف راس ماشية على مستوى المحافظات؟ صباح الخير عليكم جميعا. طبعا الحملة دي مش الحملة القومية دي التانية، الحملة القومية الأولى كانت في أول 24، وإحنا بنستهدف ثلاث حملات قومية طوال العام. طبعا بنستهدف تعداد الثروة الحيوانية اللي موجودة في مصر على مستوى كافة المحافظات وكافة القرى، وزي ما حضراتكم ذكرتوا الحملة القومية تقريبا بتاخد مدة من يعني شهر ونص تقريبا، يعني خلال فترة زمنية محددة بيتم تحصين كافة الحيوانات، بنرفع المستويات المناعية للحيوانات. طبعا الهدف الكبير للموضوع ده حماية الثروة الحيوانية بتاعتنا، التنمية بتاعتها، علشان ما يكونش في عندنا نسبة حيوانات نافقة أو يكون في حيوانات مريضة. ومن خلال المنصات الإعلامية الخاصة بالدولة واللي دائما في خلال الحملات حضراتكم بتكونوا معانا ومسندنا بنشر دعوة السادة المربين ان هم يقدموا حيواناتهم للتحصين. طبعا بنطمن كافة المربين برضو انه احنا بيكون كافة المستلزمات متواجدة من لقاحات وسرنجات وسنون، الأطباء البيطريين على كافة المستويات موجودين. برضو بطمن الناس انه بس مش خلال الحملات، لا، هي الدولة طوال العام موفرة التحصينات واللقاحات، ودي طبعا ضمن خطة وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية في السيطرة ومكافحة الأمراض الوبائية. دكتورة نجلاء، طيب احنا بنقول ان هي للسيطرة على الأمراض الوبائية وخدمة مقدمة من وزارة الزراعة، المربين بيتعاملوا ازاي؟ بيتعاملوا ازاي المربين؟ يعني المفروض يتواصلوا مع وزارة الزراعة يقول انا عندي كم راس ماشية محتاجة تطعيم، يعني ايه آلية التواصل علشان كل المربين يحرصوا ان هم ياخدوا المصل للرؤوس الماشية اللي عندهم؟ زي ما قلت لحضراتكم وحضراتكم ذكرتوا في الخبر، احنا آلية التواصل حضرتك في لجان بتبقى ثابتة داخل الوحدات البيطرية، ودي طبعا موجودة في كافة القرى مصر. الحاجة الثانية الحملة بتنزل القرية بتقعد فيها حسب التعداد اللي موجود، ممكن بيوصل لأسبوع، بتتحرك من بيت لبيت. الحاجة الثالثة واللي بحب دايما أأكد عليها إنه الخدمات البيطرية في رقم الخط الساخن الخاص بالهيئة 19561 19561 في فريق عمل من الأطباء البيطريين الموجودين بهيئة الخدمات البيطرية بيتلقوا أي استفسار. لو التحصين ما وصلش، لجنة التحصين ما وصلتش أو وصلت وفاتتك، حضرتك بيتكلم وإحنا بنتعامل مع مديرية الطب البيطري وبنخلي اللجان بتيجي لحضرتك للتحصين. طبعا فعلا زي ما حضرتك قلتي لازم يقول عدد الحيوانات الموجودة عنده علشان فعلا نحصن الحيوانات بالكامل. احنا بكده بنحمي حيواناتنا من الأمراض، بنتجنب الفاقد في اللحوم والألبان اللي كلنا بنبقى حريصين عليه، بنتجنب الفاقد وبالذات مرض، يا جماعة، مرض الحمى القلعية ده مرض برغم بساطته إلا إنه بالذات لما بيجي للعقول الصغيرة بيسبب نفوق. صحيح. فإحنا في غنى عن إنه يحصل نفوق للحيوانات. طيب الصغيرة لا قدر الله في حالة الإصابة ممكن المربي يعمل إيه؟ أقرب وحدة بيطرية بيلجأ لها على طول مباشر، الدكتور الموجود هناك هيبتدي يتعامل بالعلاجات وبيعزل الحيوانات، وبنبتدي ناخد كل الإجراءات علشان المرض بس ما ينتشرش من بيته لبيت حد تاني.
وبعد كده ان شاء الله لما الحيوانات بتخف وتبقى الدنيا تمام بيبتدي يحصن الحيوانات بتاعته. طيب دكتوره، يعني ايه الفرق بين اللجان الثابته واللجان المتحركه؟ وهل ده متماشي مع نوع الاهداف اللي بتستهدفها الاداره عندكم؟ اه طبعا، هو اولا الثابت ده داخل الوحده البيطريه، يعني يجوز اي مربي، وطبعا يعني احنا يعني غالبيه احنا كلنا فلاحين وعارفين المربين بيتحركوا من الحظائر بتاعه الحيوانات، بالذات المربي الصغير وبيتحرك بيروح للغيط بتاعه، فهم بيتحركوا كتير بتبقى الوحده البيطريه في طريقه، فيجوز يدخل الوحده هيلاقي في لجنه موجوده بالتحصينات انها تحصن له حيواناته. طبعا متحركة دي عشان أنا بنجز التحصين لكافة أنحاء الجمهورية في فترة معينة، فلازم بيكون في تعامل سريع. برضو بأكد أنه الحملة القومية من اسمها حتى هي حملة قومية، مش خاصة بس بينا إحنا كبيطريين وفي وزارة الزراعة بس، لا، في كافة الجهات من يعني المحافظين، المحليات، الزراعة، جهات كتيرة جدا مشاركة معنا في إنجاح الحملة. طيب برضو حابة أكد، هو احنا محتاجين تأكيد مهم قوي هيهم المربين والمزارعين خصوصا الصغار منهم، هل في اي تكلفه بيتكبدها في عمليه التحصيل للرؤوس الماشيه الخاصه بيه؟ سؤال جميل لحضرتك. سعر اللقاح بسعر التكلفه، يعني في فروقات كبيره جدا جدا ما بين ما بيروح يشتري لقاح من بره غير لما الدوله بتوفره له، هو سعر اللقاح بسعر زهيد جدا، بسعر التكلفه ما بيتكبدش اي حاجه بالمقارنه باي اسعار تانية. دي هي حاجة. الحاجة الثانية برضو بنأكد الدولة متبنية فكرة انه هو ممكن يسأل حمى الوادي المتصدع، هو مرض ما بيسمعش عنه وما بيشوفوش في الحيوانات بتاعته. حمى الوادي المتصدع طبعا خطورته، والدولة بتبقى حريصة على التحصين الدوري على طول ليه. المرض اخر تسجيل ليه كان في 2003. ده مختلف عن الحمى القلعية؟ ايوه يا فندم، هو مرض مشترك، مرض خطير طبعا، ولكن الحمد لله طبعا بنطمن الناس المرض مش موجود في مصر من 2003، الا ان الدوله بتدعم دائما التحصين ليه مع دايما حمله الحمى القلعيه علشان في مصلين مختلفين ولا في نفس المصل بيتم الوقايه من المرض؟ لا، مصلين مختلفين يا فندم. مصلين مختلفين. تمام. طيب احنا بنشكر حضرتك جدا دكتورة نجلاء رضوان، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي البيطري.